السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة. السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجها إلى دولة قطر. السوداني يوجه بتقليص حمايات المسؤولين ومنع حركة الحماية المكشوفة. القبض على 5 مطلوبين يقومون بترهيب المواطنين في بغداد. وزير الداخلية يدعو المحافظين إلى غلق المشاريع المخالفة لشروط السلامة والأمان. النزاهة تضبط متهما متلبسا بتسلم مبالغ مالية. لقاء وعد بتعيين مواطن في وزارة التربية. العراق يشيع 36 سدا لحصاد المياه خلال العام المقبل. يرأسه مسؤول رفيع. وفد عراقي يسلم طهران تقريرا مشتركا عن مقرات الأحزاب المعارضة. اعتقال امرأة بحوزتها أكثر من 10,000 حبة مخدرة غرب الموصل. مصر أصاب 36 شخصا في حريق بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية. إليكم تفاصيل الأخبار. غادر الرئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني اليوم الاثنين العاصمة بغداد متوجها إلى دولة قطر. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته موازين نيوز إن رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى دولة قطر الشقيقة. وأضاف المكتب إن ذلك جاء للمشاركة في حفل افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023-2024. وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد الشاع السوداني بتقليص أعداد الحمايات ومنع حركة العجلات المكشوفة الحاملة للمقاتلين والأسلحة التي ترافق المسؤولين. وبحسب وثيقة صادرة من مكتب السوداني بتاريخ 26 من الشهر الماضي وحصلت عليها بغداد اليوم، فإن القائد العام للقوات المسلحة وجه بشأن تقليص أعداد الحمايات وخاصة المظاهر المسلحة ومنع حركة عجلات الحماية المكشوفة والتي تحمل أعداد من المقاتلين والأسلحة المختلفة التي ترافق المسؤولين والقادة والآمرين بمختلف مستوياتهم ومناصبهم، لكونها تعكس ظاهرة غير حضارية ولا تتلائم مع تطلعات واهتمامات المواطنين وحالة الأمن والسلام التي تعيشها مدن العراق. وأوضحت أنه يستثنى من ذلك فقط الواجبات القتالية مع مراعاة حجم ونوع القوة والموافقات الأصولية لتنقلها والطرق التي تملكها، وعلى الجهات الرقابية رصد وتأثير المخالفين وعرضها أمام أنظاره للقرار ما يراه مناسبا بحقه. أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم الاثنين القبض على 5 مطلوبين يقومون بترهيب المواطنين وأطلاق العيارات النارية وتداهم دورهم في بغداد. وذكر بيان للوكالة تلقته موازين نيوز أن وكالة الاستخبارات تلقت معلومات دقيقة عن تواجد 5 أشخاص يقومون بترهيب المواطنين من خلال قيامهم بأعمال تهدد من وسلامة المواطنين. وأضاف أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ترافقه قوة خاصة للبحث والتحري عن هذه المجموعة، حيث تمكنت القوة من مطاردتهم ومداهمة دورهم وإلقاء القبض عليهم. وتابع أن القوة ولدى تفتيش دورهم ضبط السلاح نوع مسدس مع قنبلة يدوية وكمية من مادة الكريستال المخدرة وأدوات لتعاطيها، مشيرة لأن المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بترهيب المواطنين وحيازتهم لتلك الأسلحة والمواد المخدرة، حيث حيل المتهمون للتحقيق بغية عرضهم أمام العدالة. أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين توجيها لمديرية الدفاع المدني. وذكر بيان للوزارة تلقته موازين نيوز أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس اجتماع اللجنة القيادية العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني بحضور جميع الجهات المعنية من الوزارات المعنية وكذلك المحافظين وقادة الشرطة ومدراء الدفاع المدني بالمحافظات عبر الدائرة التلفزيونية. ودعا وزير الداخلية وفقا للبيان المحافظين إلى غلق المشاريع المخالفة لشروط السلامة والأمان، موجها في الوقت ذاته مدراء الدفاع المدني في المحافظات بالإبلاغ عن هذه المشاريع، وشدد على أن من يتهاون في هذا الأمر سوف يتعرض للمساءلة القانونية، لافتا أنه تم منحهم 7 أيام لتقديم موقف عن المباني
التي لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان، ودعا وزير الداخلية المحافظين إلى دعم مديريات الدفاع المدني في محافظاتهم من خلال إنشاء مراكز الدفاع المدني في الأقضية والنواحي، مبينا أن الوزارة جادة في توفير الدعم اللوجستي والبشري لجميع هذه المراكز. وأكد الشمري على تكاتف جميع الوزارات عند حدوث أي طارئ وتشكيلة الطوارئ في المحافظات من جميع الجهات المختصة، من بينها الدفاع المدني والصحة وغيرها من الدوائر والمؤسسات المعنية. أعلنت مديرية التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الاثنين عن ضبط أحد المتهمين متلبسا بالرشوة لقاء وعد بتعيين أحد المواطنين في أحد الوزارات في بغداد. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقته موازين نيوز إن مديرية تحقيق الهيئة في بغداد قام بتأليف فريق عمل للتحري عن معلومات وردت المديرية في شكوى لأحد المواطنين تتضمن إقدام المشكو منه يطلب مبلغ مالي لقاء تعيينه في وزارة التربية. وأضاف إن فريق العمل المؤلف من قسم التحري والضبط في مديرية تحقيق بغداد نصب كمينا محكما للمشكو منه الذي تبين أنه يعمل في مجال بيع وشراء العقارات، وأخذ بمراقبته ورصد تحركاته حتى تم ضبطه متلبسا بالجرم المشهود وهو يتسلم مبلغ الرشوة. وأشار إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت وفق أحكام القرار 160 ثانيا واحد لسنة 1983 بغية عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهم. تعتزم وزارة الموارد المائية تشييد 36 سداً لحصاد المياه خلال العام المقبل موزعة بين المناطق الصحراوية ضمن خططها للاستفادة من مياه الأمطار وخزنها خلال فصل الصيف. وقال الوزير عون ذياب عبد الله إن العراق عقب 4 أعوام من الجفاف سيشهد هطولاً مبكراً للأمطار خلال موسمي الخريف الحالي والشتاء المقبل وفقاً للمؤشرات العلمية المتوفرة وصور الأقمار الصناعية العالمية، ما سيسهم بتأمين خزين مائي جيد للبلاد للشرب والاستخدامات البشرية والزراعة بدلا من الذي استنفذ خلال المدة المذكورة. وأكد عزم الوزارة تشييد 36 سدا لحصاد المياه خلال العام المقبل بعد إكمال أعمال الدراسات والتصاميم والتحريات الأولية الخاصة بها، مضيفا إن مواقع سدود المزمع تشييدها ستتوزع بين الصحراء الغربية ووادي السماوة والمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من البلاد. وتابع عبد الله أنه سيتم البدء بتنفيذ سدين منها خلال العام الحالي بعد أن أتم تصاميمها الأول، هو سد أبو طاكية قرب منطقتي سنجار وربيعة ضمن البادية الشمالية، والثاني هو سد المساد في الصحراء الغربية. أما سد الأبيض رقم 2 في محافظة كربلاء فهو جاهز للتنفيذ قريبا بعد انتهاء تصاميمه، منوها بأنه في حالة حدوث أمطار أو سيول خلال الموسم الشتوي فسيتم تأجيل الأعمال بسبب صعوبة التنفيذ. كشف مصدر أمني كردي اليوم الاثنين 2 تشرين الأول 2023 عن سبب زيارة الوفد الأمن العراقي برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم العرجي وممثلين عن حكومة أقليم كردستان إلى إيران. وقال المصدر في حديث لبغداد اليوم إن الزيارة جاءت من أجل تسليم طهران التقرير النهائي المشترك لبغداد وأربيل بشأن مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في الأقليم. وأضاف إن الزيارة تأتي أيضا للتباحث عن موقف بغداد وأربيل بما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران حول تلك الجماعات ومدى تنفيذهما لبنود الاتفاق. وأعلنت مستشارية الأمن الوطني العراقي يوم أمس الأحد 1 تشرين الأول 2023 إن مستشار الأمن القومي قاسم العرجي توجه اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران برفقة وفد أمني. وذكر بيان لمكتب العرجي تلقته بغداد اليوم إن الأخير توجه إلى طهران على رأس وفد أمني لاستكمال تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وذلك بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة
رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني. وعلى الصعيد ذاته أعلن مصدر أمني أن وزير داخلية حكومة أقليم كردستان ريبر أحمد ومجموعة من المسؤولين الأمنيين والحكوميين العراقيين رافقوا الأعرجي إلى طهران، إشارة إلى أن إيران هددت عدة مرات من قبل بأنه إذا لم يتم نزع سلاح قوات الأحزاب الكردية الإيرانية ونقلها من المناطق القريبة من حدود إيران فإنها ستهاجم الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق. ووقعت طهران وبغداد اتفاقية بمهلة 6 أشهر في بغداد يوم 19 مارس آذار 2023 في حفل حضره رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين 2 تشرين الأول 2023 باعتقال امرأة بحوزتها أكثر من 10,000 حبة مخدرة غرب مدينة الموصل. وقال المصدر لبغداد اليوم إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال امرأة تاجر بالحبوب المخدرة وضبطت بحوزتها أكثر من 10,000 حبة مخدرة في ناحية الزمار غرب مدينة الموصل، وأضاف أنه تم حالة المتهم للجهات المختصة لتنال جزاءها العادل. أفادت وسائل أعلام مصرية اليوم الاثنين 2 تشرين الأول 2023 بنشوب حريق في مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة فجر اليوم الاثنين ما أسفر عن إصابة 26 شخصا. وقال التلفزيون المصري إن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق الذي التهم المبنى بالكامل، ونقلت وكالة رويرتاس عن شهود قولهم إن حريقا ضخما اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية. كما نقلت عن هيئة الأسعاف المصرية إن ما لا يقل عن 26 شخصا أصيبوا في حصيلة أولية للإصابات، ولم تصدر بيانات رسمية حتى الآن عن عدد الضحايا أو أسباب حدوث الحريق. وذكرت وسائل أعلام رسمية أن وزارة الصحة أرسلت 30 سيارة أسعاف إلى مكان الحريق بينما توجهت إلى الإسماعيلية طائرتان عسكريتان. ونقلت وسائل الإعلام عن مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية أنها أعلنت حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة لاستقبال المصابين في حادث الحريق.